طيب مزيد ايضا من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سيادة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقة كانت هناك حالة من الجدل طول الفترة اللي فاتت والخلاف حول المواد المتعلقة تحديدا بسرية بيانات العملاء، ما الذي تم في هذه المادة؟ نبدأ بس الأول نقول مبروك للشعب المصري هذا التشريع المحترم. فراغ التشريع اللي كان موجود في الفترة اللي فاتت مع وجود خدمة بتقدم من الشركات الخاصة لنقل الركاب، هذه الخدمة لاقت استقبال الجمهور لما تقدمه من خدمة متميزة وسعر معقول. كان كل ده بيتم خارج الإطار الرسمي للدولة، وكنا بنسميه اقتصاد غير رسمي وكيانات قائمة بدون تشريع. تمام. اللي انا عايز اكد عليه ان احنا بنفتخر في مصر ان احنا البلد الوحيده في افريقيا والبلد الوحيده في الشرق الاوسط التي اصدرت تشريعا ينظم مثل هذه الحالات من الشركات الخاصه واسلوب تشغيلها وطرق ترخيصها. ما يتم في البلاد الاخرى هو يتم بقرارات وبتعليمات وبأوامر اداريه وليس بتشريع وقانون. دي نمره واحده. النمره الثانيه ان احنا كلجنه نقل ومواصلات زي ما تعبنا في هذا القانون، اعتقد ان رأس استحسان وتوافق من الجميع، لا توافق واستحسان من الحكومه الاتفاق مع الشركات الخاصه العامله في هذا المجال مع اعضاء مجلس النواب اللي كان ليهم راي وراي مؤثر ادى الى تعديل بعض المواد في الصياغه، ولكن كان الهدف بالنسبه لنا الاسمى اللي شغالين عليه ان نخرج بمثل هذا التشريع المحترم يسد الفجوه التشريعيه في هذا الاطار. تمام. طيب يا فندم، المواد الخلافيه اللي سيادتك اشرتي عليها في الاول، ايوه، كانوا يعني كانت خلافات خاصه ببعض الصياغات في الماده 9 و10 فقط، وكان في مقابل رسوم الترخيص بالنسبه لهذه الشركات، وكان في وجهتي نظر. الوجهه الاولى تخفيض الرسوم تشجيعا للمستثمرين وخلق مناخ استثماري وتنافسي وتدي فرصه للشركات الصغيره انها تدخل في هذا المضمار. الراي الثاني اللي كان بيقول ان احنا عايزين ايرادات كثيره للدوله وقارنه بين ايرادات وارباح مثل هذه الشركات الكبرى وما يتم تحقيقه من ارباح. طيب بهذا الخصوص تحديدا يا فندم، موقف الشركات ايه من موضوع الضرائب؟ هل هذه الشركات ستحاسب مثلا باثر رجعي على السنتين اللي فاتوا ولا يعني هيبدا؟ لا لا، اعتقد ان الضرائب كانت قايمه بشكل كويس قوي، وكان هذه الشركات بتتعامل ضريبيا بملفات في الفتره السابقه. احنا هنكمل في ضوء المستجدات اللي موجوده الخاصة بالضرائب وفي ضوء القواعد الجديدة الخاصة بشروط الترخيص ورسوم الترخيص. وزي ما حضرتك أشرت في البداية الشركات ليها مدة 6 أشهر بإذن الله تنتهي من إجراءات الترخيص، اللي بعتقد إن الدولة كلها يعني في اتجاه واحد هو تذليل كافة العقبات لمثل هذه الأمور. لو أضفنا إلى ذلك إن إحنا حافظنا بفضل الله على الأمن القومي المصري ان هو بياتي في المقام الاول والثاني والثالث، وخصوصا ان هذه الشركات بتتعامل بتكنولوجيا معلومات باتاحه معلومات موجوده لدى شركات خارجيه. فبالاخرى احنا عندنا كان لازم نعمل احكام يكون في مواد حاكمه ومنظمه لاسلوب التشغيل واسلوب اتاحه البيانات بل واسلوب الحفاظ على سريتها وخصوصيتها بالنسبه لمتلقي الخدمه. كل ده تم في نطاق شامل وفي في اطار الدستور وفي اطار القانون اللي زي ما احترم الخصوصيه وحرمه الحياه الخاصه كما ورد في الماده 9، ايضا احترم سريه البيانات في الماده 10 واتاحتها للجهات الحكوميه وجهات الامن القومي عند طلبها، لان ده خط احمر. الامن القومي المصري خط احمر لا يجوز التعدي او تجاهله
أو يجب باختصار أن يكون بالنسبة لنا هدف أسمى خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي. طيب أخيرا يا فندم، ربما حضرتك عارف بعد تقنين أوضاع هذه الشركات هيكون هناك تعامل ربما مع عدة جهات، يعني الإدارة العامة للمرور، عندنا وزارة الداخلية، ربما الاتصالات وغيرها. هل هيكون هناك، يعني سمعنا أنه ممكن يكون بند من القانون أو ربما مقترح لسه، ليكون هناك جهة واحدة يتم التعامل معها في كل هذه الفروع والتخصصات المختلفة؟ هو لا هو الشروط تصدر بقرارات من رئيس الوزراء. الوزير المختص في هذا القانون هو وزير النقل، الوزارة المختصة هي وزارة النقل، لكن في بعض المواد بتحتاج إلى موافقة السيد وزير الداخلية الذي لا يمكن أن تصدر بدونه. في مواد ثانية خاصة بالتأمينات، دي مشكلة تتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، مسألة خاصة بالضرائب تتعلق بوزارة المالية، احنا بنتكلم على وزارات متشابكة. ده كله مش هيشكل صعوبة في تعامل القائمين على المشاريع دي، ولا هيتم توحيد ده كله في مكان واحد يتوجهوا له لاستخلاص كل الأوراق؟ من الوزير المختص بعد العرض وموافقة السيد رئيس الوزراء هيصدر مثل هذه التعليمات اللي أعتقد هتكون وافية وهتكون ميسرة، خصوصا إذا بنتعامل مع شركات كبرى لها توكيلات في مصر ومع مستثمرين عايزين يبقى هذا النشاط نشاط جاذب بالنسبة لهم، تستطيع أن يخلق منافسة مع الشركات اللي موجودة حاليا عشان نوصل في النهاية لخدمة متميزة بأسعار مناسبة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.